عسلامة. أهلا أهلا أهلا. عسلامة بنتي، شنو أحوالك؟ لاباس. داركم لاباس؟ الحمد لله عايشك. زيد وكرك وكرك. ويني سيبتي الغالية؟ ما خرجتش تسلم عليا؟ ما تقوليش دوم لله. اللطف عليه يزيدش بابا تو. شو عندي قلت؟ إلا جنينة. هاك هوني. هاكا ما تخرجش تسلم عليا. عليه كنت تزور في بيت ربي ولا جيت من السفر باش نتعرض لك بالهليلو؟ توحشت الدك نتاعك. باش قامل بوسة مرتيق؟ مازلت بغبي بالحبوسية تراك. ايه عندك الحق. سيد باش نقول لك اللي راسي يغلي بالقمل. اوه يا غلبتك. اوه يا نانا، كيس عجد عليك كل شيء؟ يفادلك معك؟ يفادلك؟ فرحان بروحك خارج من الحبسة؟ أنا في بلاستك نندب. لا يرحمك يا بنيتي، الحمد لله ما خلطتش عليها الخنقر. هكا يا جنينة، فعوض تقول لي الحمد لله على سلامتك قمت سمع فيها في الكلام. يا زينان كثرت لها راك. دبر على جد بابا أنت، شنقوله ما نقولش. هذا اللي مازال يعاد فقصة حليب أمها مازال بين سنيها باش تحكم فيها. صلي على النبي. أنا يا أخي إيش عندها قتلك هي؟ وأنت إيش مدخلك زيدة؟ نحكي مع بنتي يا داخل بين الفر والحم. سيد لو باش تدور علي. معناها فرخي عديها علي. وسع بالك وليدي، خلي حتى يجي ونفهموا الحكايه. اش من وسع بالك؟ راهو سرقني. افهمها هذه، سرق بوه. تيش متاع صغر. سيت روحك انت قبل قداش بلبزت. ياك هوا الصغار الكل تغلط ويلزمك تعدي. تزيد طلع لي العصب كل مره هو يغلط وانت تبدا تبرر له. ما قلت حتى شيء غلط. انت كنت في عمره طلعت لي الشعر في الهيتي. تو يكبر ويعمل عقله. المرة هذي ما خليه هنا يعمل عقله بالسيف على جدبه. جيت يا شباب. سلام. أهلا بالسارق. شنية بابا الحكاية؟ شبيك يا أخي؟ وين الفلوس اللي هزيتها من الحانوت؟ هما فلوس ولا خاطيني؟ تحلف والله لا تحشم. يسايب يا أخي فرخ، أنا باش تكفخني. هاي فرخ وماكش راجل. بلا برختاني ملا مش راجل هذا. قلت لك ترى سقعد. عايش ولدي صلي على النبي. امي ما تدخلش روحك، اسمعني بالكده. انا باش نسالك وانت تجاوب، ريت تكذب نكفخك، تفهمنا؟ محسوب كفخ. ما صح رقعتك وتمرتك في شوي قوم. يصيف اش تعمل يا اخي؟ حلف امك وجاوبني. اش تحب تعرف؟ الفلوس هاي هزيتهم سرقتك. ومن بعد ما سرقتني مشيت قمرت بها هكا ولا ليه؟ تيما قمار بلانيت تبداش تزيد فيه. تخدر بوك وتقوم تفتفني هكا ربيتك وزيد تصرفهم في الحرام. زاد لن تصرف عليه في فلوسك احلال، مش ولدك اولى بيهم هذوكم. واللي تسمع فيه في الكلام يا عايخ. يزي عايش ولدي. المره هذه انا باش نطفي الضوء. ريت المره جيت مد يديك على حاجه مش متاعك بدايه نهزك للحاكم، فهمتني؟ هكاك الطفل طرشت لوذنيه في بالك الضرب يصلح؟ يا اخي ما شفتوش كيفاش يحكي معايا؟ طيح لي قدري سي الشباب. حتى هي كلمة الحق توجع. الحمد لله ما غلطناش فيه. طلع بالصحيح ولد اصل. أما المشكلة أمه مش قابلة. مادام الطفل شريك ما عندها ما تعمل. يحيى يحيى. ما عندها ما تعمل لما تقعد أمه وعندها حق عليه. ماذا بيا بلاش مشاكل. عيط لي امي. تي شقد بحذانا وانت ملي رجعت نهار كل البرايا في بيتك. اقعد اقعد. يزي بابا تو انت تعرفوا اللي يموت على الحلو حطيت له صحن قدامه. ما يسالش اليوم خليه ياكل. خوك جابه فرح لك. تكر فيا في الحرام. واه شبيك؟ شنو شبيني؟ منين ليه الفلوس باش يشري؟ انا ما عطيتوش، انت عطيتوه. بابا راه تنجم تغزولي وتحكي معايا طول، وانا ملي جيت وانت حاسبني مانيش موجود. تحبني نغزر لك؟ هاني غزرت لك. اما تراه كانك راجل جاوبني منين جبت الفلوس. عطاهم لي. عطاهم لك؟ ما في علميش اللي يخرجوا من الحبس يعطيهم مابا. فما شكون مدهم لي؟ موصي واحد نعرفه بالكدا في الحبس. هاك بديت تجي لي صحيح.
ما نتصورش مدهم لك على رحمة الوالدين، مدهم لك باش تسرق الذب. لا ما سرقت شيء، وذهب لي دور دور تجبد عليه تهنى، ماني سارق. مولاي سايغي عرفته في الحبس، وصاني باش نعبت الواحد من جماعته في البركة، عطاني ساك الذهب هذيك باش نمشي نتستي له واحد يخدم معاه، شدد له حوانتو، وسمع لي هو يسرق فيه. هزيت الساك ومشيت على أساس عندي ذهب باش نبيعو، وسيد قبل صدقني، ما تطلع كلامه صحيح، وفات الحكاية غادي. يجد على شكون الحديث هذا؟ ويبعث فيك انت لواش؟ خاطر عنده فيا ثقة، ويعرفني بالكدي، وحاسبني ولده. ما عندك الحق، على شكون يجد الحديث هذا؟ وقت اللي بابا دمي ولحمي حاسبني سارق وما نسويش، مستخسر حتى يغزو لي في عيني. أهلا دار يحيى، هوني. أهلا. هاي معناتها في الآخر ودي هو اللي يسرق، جيت نحكي معاه ولا اللي صاحب حق وخرجني أنا غالط، ما فهمتش باش نعمل معاه. بالك شي حاجته بفلوس وانت ما مديتلوش، لازم ولا لازم منك بالسرقة؟ بالعكس، ماني مقصر ما في حتى شيء، نشري له فيه عز لبسه، نعطي فيه في مصروف، حتى الدخان وين نشري له فيه؟ قلت مثال اش خليه يعمل كل شيء على عيني. أنا زادة في عمره تعلمت الدخان وعمري 13 سنة. تذكر لما أنت كنت كيف بالسرقة على أبوك؟ الله يرحم، أما قبل كنا نحشمه وقدره الكبير، مجري راسي متعطب وعينيه محلوله برشا. في الاول عملتهم له الكل، البوس صعيب اللي ينصح ويسيح وشي نافع ربي، وفي الاخر قلت مثالش خليني معاك كول ونحسبه صاحبي مش ولدي. يا اخي زاد على قدام ولا يلعب في البلانيت وبالكبير زاد. شنو هي بلانيت؟ تلعبها كيما تقول برومسبور على الانترنت، تقمر على كيبات حتى من برا وتحط فيها فلوس، وصل حتى كردي من عند سيد مولاي البلانيت، معناتها يسرقني وزاد خلصوا كريديات القمار نتاعو ولد الحرام. وانت بدك ظهر لي ماكش في صحنك، اش فماش بيه؟ مشكلتي دان في بالي بعد سنين هذوما الكل باش نلقى العائله اللي نتسند عليها. يا اخي شاي كل ما نجي نقرب لهم نحس روحي زدت بات. نبدأ بيناتهم نبدأ مخنوق، أي حاجة نقولها ولا نعملها نقراها بالخاي، شدين لي قول. وعلاش ما تحكيش معاهم تقول لهم خاتيك ما قتلتش وشديت ربطة يظلم؟ حتى واحد فيهم ما حب يصدقني، وساعات نحس الحكاية هكا مساعدتهم أكثر، يحبوا روحهم عندهم الحق، هما صحاح وأنا الغالط. ودرج قتلك ما حكيتش معاه؟ نتذكر كنت ياسر قراب قبل. هاي جيتني وحكيت معاي، قالت لي نكرك، قالت لي ديريكت ما كذبتش علي، عاقله فاهمه روحها. ديما كلمتها تقولها، هو ما تصورش تكره. ما حاش مضروب فيها؟ اه
اه لا ولا ليه كيف اختي؟ نذكر قبل كنت تقول انا عرس كان بدور ما عليه الصغر قديش كنا على نيات. ايوا وسمعت باش تعرس صحيح عقيلة فما حاجة تفرح فيها هذا كله.